أعطني النايا وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين النايا يبقى بعد أن يفنى الوجود. Hi guys! So thank you لكل الكومنتس والمسجز اللي عم بيجوني عن الفيديوز. مبسوطة انه عم تتسلوا فيهم وما بعرف عم بيعطوكم افكار يمكن. اليوم الفيديو رح يكون عن الموسيقى. الموسيقى ما إلها لغة، بس الموسيقى هي موسيقى. هيدي كانت مشكلة لإلي لما ابتديت هالمجال، لأنه كنت شوي متحيرة. طب أنا بغني إنجليش وأنا بغني عربي، طب أنا مغنية عربية، طب أنا مغنية فيوجن، طب أنا مين؟ أكيد هذا شيء كتير حلو إنه فيني غني أكتر من ستايل، بس كان تحدي لإلي تلاقي الهوية أو الستايل الصح. ليش يا حبيبي كل ما التقينا منحسها غريبي دني حوالينا؟ ليش؟ وأكيد بعد ما كتير درست الموسيقى العربية وتعلمتها على المظبوط، قررت أنه أنا عربية. أوكي أنا بحب غني إنجليزي، بس أنا عربية، والموسيقى أو الرسالة اللي بدي حاول أقدمها بدي إياها تكون باللغة العربية. كمان بيسألوني أي ستايل بتحبي تغني. ممكن تكون بكونسرت لإلي أو بحفلة لإلي وتسمع جاز وتسمع بلوز وتسمع جاز عربي وتسمع شرقي. فيني يكون عم بسمع فيروز، فيني يكون عم بسمع أم كلثوم، وفيه مثلا يكون بمود عم بسمع روك. I love Queen, I love Metallica, I love the Beatles. برنامجي على الراديو أنا بلعب روك. عندي خلينا نقول هيدي الفرايتي أو التنوع، وهيدا الشيء أبدا مش غلط. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. يمكن أمنيتي بالموسيقى أو بكل اللي عم بعمله إنه أخلق هيك مود جديد بالموسيقى العربية، أقدر عن جد أخلق شيء حلو بين هالعالمين اللي كتير حلوين، الأجنبي والعربي، أو بالآلات أو بالستايل أو بالإحساس. يا حبيبي الليل والسما ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا، يا حبيبي انا يا حياتي انا. ولا تسمعوا كل أغاني ويمكن مقتطفات من اللي غنيتهم اليوم. You can subscribe to my YouTube channel. اشتركوا بقناتي على اليوتيوب في كل السينجلز وكل الكفرز وكل كل كل شيء live. And also subscribe على أساس تكونوا أول ناس لح تحضروا أغنيتي الجديدة.